بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الندوة الشهرية لجمعية مربي النحل بالغربية، والتي تعقد في الخميس الأول من كل شهر في تمام الساعة 11 صباحا. ندوة إحنا دلوقتي في ندوة شهر سبتمبر. طبعا سبتمبر بداية الخريف بالنسبة لنا، بداية المصاعب، بداية المشاكل والتحديات اللي بتقابل النحالين. الكلام ده منذ سنوات طويلة، ولكن احنا مترقبين هذا الخريف باهتمام شديد جدا، نتيجة ما حدث في العالم من متغيرات مناخية أدت إلى مشاكل وتحديات في الأيام اللي احنا أصلا كنا بنعتبرها مواسم، وكنا بنعتبرها أيام نماء بالنسبة لتربية نحل العسل، وأيضا أيام لإنتاج العسل و المنتجات الأخرى من الطائف. يعني الأيام اللي كانت زمان بنعتبرها أيام رخاء وأيام ما فيهاش تحديات، حصلت لنا فيها تحديات. الخريف بقى احنا بنترقب الخريف اللي هو بدايته سبتمبر عندنا في مصر، على أساس ان احنا نشوف هل هيبقى عندنا نفس التحديات اللي بنقابلها كل سنة، ولا السنة دي في شكل آخر من التحديات، أو يمكن المتغيرات المناخية تبقى إيجابية معانا والفترات الخريفية اللي كانت فيها تحديات ما نلاقيش فيها تحديات. فطبعا كلنا مع بعض اهو راقبوا. احنا في أول سبتمبر كان بيبقى عندنا تناقص النحل، كان بيبقى عندنا النحل فيه أمراض، النحل فيه عدم سحب للتغذية، النحل ما فيش فيه نماء. فإحنا من دلوقتي هنراقب النحل ونشوف مشاكلنا إيه والتحديات اللي بتقابلنا إيه، ولعلنا إن شاء الله نواكب هذه التحديات بالحلول العلمية السليمة اللي ممكن ما تأثرش على صناعة نحل العسل في الخريف. الندوة المرة دي هيبقى فيها إن إحنا بنتكلم عن الخريف والتحديات القديمة عشان نفتكرها، وهنتكلم عن حاجة مهمة جداً، إن الدول الأخرى ممكن تستعين بخبراء من دول أخرى، وممكن تستعين بعلماء من مراكز بحثية من أجل الدفع بالنحالة بتاعتهم أو حل مشاكلهم هم كمان، لأن موضوع النحل ده مهم جدا، يعني لابد أن يكون على رأس أولويات الدولة، مش هنقول القطاع الخاص ولا القطاع العام ولا بتاع. المهم احنا انا فوجئت بصراحة بدعوة من مناحل تكرة، الاخ ابو مالك فرج المهدوي، وده ممثلا عن القطاع الخاص في ليبيا. احنا ما تعودناش ان القطاع الخاص في ليبيا بيبقى له ايه دور، يعني اول مرة. وقال لي احنا عايزين نعمل مجموعة ندوات بالاتفاق مع الجمعيات وبالاتفاق مع الجامعات في ليبيا، على اساس ان احنا نعمل نسلط الضوء على نحل العسل كثروة قومية لابد الاهتمام بيها. وخصوصا ان انا لما حضرت عندكم الندوة في الجمعية لاحظت ان انتوا بتقولوا ان فقد خلية معناها فقد الاف من الدولارات، نتيجة ان الخلية ديت ما بقاش لها دور في التلقيح، وما بقاش عندها انتاج، وما بقتش موجودة. فاذا عدم وجود النحل معناها خسارة الدولة آلاف من الدولارات، يعني خلية نحل واحدة مش موجودة تنقص من القطيع اللي عندك، معناها إن الدولة تخسر آلاف الدولارات. فهو فوجئ بال 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 يعني بالحساب ده، إزاي أنا يبقى عندي نحل والنحل ده ينقص خليتين ثلاثة؟ نوم الدولة، الدولة مش هو بقى كان حال، الدولة تخسر آلاف الدولارات. فقال لي لا، انا عندي عايز اعمل، انا ليا دور وطني وانا بحب بلدي وانا عايز احرك الماء الراكد زي ما بيقولوا، وادخل في صناعه نحل العسل وانميها، وبحيث ان احنا بدل ما نخسر الاف الدولارات نتيجه فقدان طوائف، لا ده انا هكسب ملايين الدولارات لما انا انمي النحل وازود عدد طوائف النحل. وهو ده الفكر العالمي على فكرة، يعني مش احنا بنخترعش العجلة، العالم كله فاهم
كويس قوي اهميه نحل العسل في الناتج القومي الزراعي. الناتج القومي الزراعي يعني ايه نحل عسل وما يمثله في الناتج القومي الزراعي، وكمان في الناتج القومي للدوله ذات نفسها، نتيجه المنتجات اللي بيطلعها، نتيجه تصدير، نتيجه استيراد، نتيجه حاجات من كلام من ده. طيب هناك دول كثيره بتهمش النحل. اه في دول كثيره بتهمش النحل. طب في مجتمعات كتيره قوي ما بتاكلش عسل. اه في مجتمعات كتيره قوي ما بتاكلش عسل. طب في ناس كتيره قوي ما بيعرفوش يربوا نحل. اه في ناس كتيره ما بيعرفوش يربوا نحل. طب دي بيصنفوهم ازاي؟ زي ما صنفوا العالم الاول وصنفوا العالم الثالث، برضو بيصنفوا الناس اللي بتهمل النحل العسل على انهم دول من العالم الثالث او من العالم الرابع او من بعد التاريخ زي ما بيقولوا يعني، او من قبل التاريخ. اذا احنا ممكن يكون لنا تصنيف، هل احنا من العالم الاول في صناعه نحل العسل، ولا احنا من العالم الثالث في صناعه نحل العسل، ولا احنا من الناس البدائيين في صناعه نحل العسل؟ دي تصنيفات. هو رخر الراجل ابو مالك بيقول احنا كنا مان عايزين نعرف احنا ايه بالظبط، احنا وضعنا ايه في النحل، هل احنا بدائيين ولا احنا ناس نعتبر من العالم الاول ولا من العالم الثالث، ولا احنا لنا يعني نمثل كيان في هذا العام. المهم هذا الكلام اثرني من ابو مالك وفكرني بتاريخ قديم عندنا، ان لما كان في اتحاد نحالين عرب وتوقف عن العمل نتيجة ان الامين العام بتاعه توفى وما فيش حد قدر يكمل، فجاء الدكتور محمود نزيد الله يرحمه واستعان بينا كقطاع خاص ومجتمع مدني في ان احنا نكمل المسيرة بتاعت اتحاد النحالين العرب ونعمل اول مؤتمر او في جمهورية مصر العربية اللي هو المؤتمر الثالث لاتحاد النحالين العرب اللي اتعمل في مدينة طنطا، والمؤتمر ده كان له رد فعل جامد جدا على صناعة نحل العسل في مصر. يعني نقدر نقول اللي هو حرك صناعة نحل العسل في مصر إلى الأمام. بعد المؤتمر بتاع 2003 نقدر نقول إن احنا بقى عندنا صادرات للنحل، وعندنا إنتاج منتجات نحل العسل قابلة للتصدير، وعندنا نحال مدرب على إنه ينتج طرود وينتج حبوب لقاح وينتج غذاء ملكات. بقى عندنا الوضع اتغير تماما نتيجة وجود عدد كبير من الخبراء اللي جم في المؤتمر ونقلوا لنا الخبرات واحنا استفدنا منهم، وفي نفس الوقت تبادل تجاري وحصل نوع من تبادل الزيارات، وحصل نوع من ان هناك نحالين من مصر راحت اشتغلت في البلاد العربيه. يعني هذا المؤتمر حرك صناعه نحل العسل في مصر. فهو الراجل برضك عايز يعمل كده، ليه انا ما اعملش حاجه زي كده؟ تحرك صناعه نحل العسل في ليبيا ونبدا من هذا التاريخ ان احنا يبقى عندنا صناعه بدل ما تبقى محليه نصل بيها الى العالميه. وقال انا عايز الحق بالعالميه، يعني هو حتى سمى الـ 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 الهدف من هذه اللقاءات والندوات اللي اتعملت على ارض ليبيا نحل العسل الليبي من المحليه الى العالميه. طبعا اسم مثير جدا، ان هو عايز يخلي نحل العسل بدل ما يبقى محلي يبقى عالمي. طبعا كالعاده القطاع الخاص لما بيتدخل بتلاقي فيه تحديات اكبر، تلاقي فيه عقبات، تلاقي الناس اللي هي كان منوط بيها العمل تحاول توقفه، الناس اللي هي المفترض ان هي بتطلع العمل الى الامام يحاولوا ياخروه. يعني القطاع الخاص بيبقى دايما يقابله تحديات كثيره. المهم القطاع الخاص نجح في اقامه 5 ندوات في 5 اماكن 5 مدن ليبية بالتعاون مع جامعات وكليات وجمعيات. طبعا نجاحها كويس جدا، لقينا ان في التفاف حوالين هذا الفعل. طبعا ده دليل على ان الشعب الليبي او النحال الليبي عنده وعي وعارف يعني ايه ان في واحد بيحاول يعني يزق العربة إلى الأمام. فهو اللي حصل إن حصل التفاف من النحالين حوالين هذه الفكرة، طبعا من البعض، والبعض الآخر كان يعني ما كانش مبسوط زي ما بيحصل في كل الأماكن. يعني
نجحنا في إقامة هذه الندوات. كان معانا من جمعية مرب النحل الأستاذ الدكتور حمدي متولي رئيس قسم حسن النحل السابق، وكان معانا الدكتور القذافي عبده طه، وأنا كنت مع المجموعة الثلاثة، ورحنا عملنا الندوات ديت في ليبيا تحت شعار نحل العسل من المحلية إلى العالمية. طبعا الندوات دي كان فيها حراك جامد جدا، فيها فعل ورد فعل، كان فيها موضوعات كتيرة طرحت، اتكلمنا في كل حاجة، اتكلمنا في الأمراض، اتكلمنا في تربية نحل العسل، اتكلمنا في البيئة، اتكلمنا في ثقافة الجودة، اتكلمنا في التجارة، اتكلمنا في التبادل التجاري، اتكلمنا في كل شيء، في كل شيء اتفتحت المواضيع دي بكل شيء، بحيث يبقى فيه يبقى موضوع للجدل وتم طرحه على الجروبات الليبية، بقى فيه رأي ورأي آخر. في النهاية هيحصل نوع من الثقافة وانتشار ثقافة معينة نتيجة هذا الحدث اللي هو حصل، والحمد لله ده حصل بالفعل. النهاردة لما تيجي تدخل الجروبات الليبية تلاقي في الموضوعات اللي طرحت موضوعة في الجروبات، بقى في ناس لها رأي وفي ناس لها رأي آخر وهكذا. المهم في النهاية حصل تحريك للماء الراكد نتيجة الحضور بتاعنا ونتيجة الندوات الخمسة أو الستة اللي حصلت. كنا مقدمين مجموعة من التوصيات، كانت التوصية الأولى إن إحنا نهتم بصحة النحل بطريقة علمية، يعني صحة النحل في ليبيا لابد أن يكون لها من مسؤول عنها، لازم يكون في مسؤول عن صحة النحل، بحيث ما يحصلش في زي ما بيحصل في بعض البلدان اللي هي تعتبر مش متقدمة، إن ينتشر فيها الأدوية الغير معتمدة والمواد اللي هي تعتبر ضرة بالنحل أكثر من نفعها، وبالتالي بتضر المنتجات وبتضر النحل وبتضر البيئة وبتضر كلام كتير، وهم أصلا عندهم بيئة بكر، بيئة بكر، يعني هي البيئة لوحدها كافية إنها تحل كل من المشاكل بتاعتهم لو اتعاملوا مع النحل والبيئة على إنهم طرفان يعني ذو مصلحة واحدة. فطبعا صحة النحل كانت رقم واحد وده اللي اهتمينا بيه. نمرة اتنين اهتمينا بموضوع الغطاء النباتي ودور النحل في تلقيح الأزهار ودور النحل في الحفاظ على الغطاء النباتي. وطبعا احنا عندهم منطقة الجبل الأخضر من مناطق اللي هي تعتبر يعني محمية طبيعية ربنا يعني أعطاها للإخوة الليبيين، فإحنا طالبنا أن يكون منطقة الجبل الأخضر هي منطقة لابد أن يتم التعامل معها علميا بالحفاظ على النباتات اللي فيها والحفاظ على الأشجار والشجيرات والأعشاب والحشرات وكل حاجة. يعني إحنا مش بنقول هتبقى محمية طبيعية لا، ولكن إحنا بنقول إن هي لابد إن هم يحافظوا على الجبل الأخضر بالطرق العلمية المتاحة. نمرة ثلاثة اتكلمنا فيها منتجات نحل العسل. نحل العسل في ليبيا أو العسل النحلي في ليبيا من أجود الأعسال في منطقة العربية بالكامل، يعني أنت لو النهاردة شفت الأعسال في المنطقة العربية هتلاقي ليبيا على رأس هذه الأعسال جميعا. فليبيا فيها أعسال قوية جدا عالية الجودة. طيب المفترض ان هو يحافظ عليها عشان يقدر يفتح اسواق خارجيه ويصدر وبتاع. طب ايه هو عندهم المشكله الوحيده اللي ممكن تقابلهم؟ المبيدات اللي هي بتتحط داخل الخليه تحت مسمى علاج امراض نحل العسل. طب يا جماعه مين اللي قال لكم خدوا الحاجات دي؟ مفيش، هي اتنقلت الثقافه من جنب من بلد لبلد وخلاص. لا، لو سمحتم ابعدوا عن الحاجات دي واستخدموا الطرق الطبيعيه او الميكانيكيه في الحفاظ على صحة النحل، وبالتالي يبقى أنت كمان حافظت على المنتجات القيمة اللي موجودة في ليبيا. ابعد عن منتجات حتى لو النحل مات نص،
ما تعالجش. انا في رايي كده، انما في النهايه المنتج اللي طالع لازم يفضل منتج ذو اسم و و و. رابع حاجه موضوع التجاره، انتوا مهتمين لازم تهتموا بتجاره العسل الليبي، لازم تحطوا براند للعسل الليبي، لازم تحطوا اسماء للعسل الليبي، لازم تعملوا مؤسسات لجمع الاعسال وفرزها، او البراويز العسل المملوءه بالعسل وفرزها فرزا صحيا. لازم يكون عندكم اماكن لتجميع الاعسال واماكن لفلتره الاعسال وتعبئه الاعسال، ولازم يكون في مؤسسات قائمه على هذا العمل. ما ينفعش انا كراجل نحال عندي 20 خليه اروح اجيب فراز او اجيب واقوم بعمليات الفرز البدائيه بنفسي في اماكن ممكن تكون غير صالحه لهذا العمل. لا، انا عندي واحد عنده 20 خليه، واحد عنده 50 خليه، واحد عنده 70 خليه، عنده 80 خليه. لو في عندهم جمعيه تبنت انشاء مؤسسه لانها تقوم بعمليه فرز العسل، وخصوصا انهم ما عندهمش عسل، كل براويزهم عسل. يعني عشان بس الناس المصريين لما يسمعوني هيقولوا ازاي، اقول لهم ازاي هي اصلا ما فيش حد بيفرز ما بيطلع برواز في حضنه في العالم كله، ما فيش برواز حضنه بيطلع من الخليه عشان يتفرز منه شويه عسل، ده مش موجود في العالم كله. في العالم كله، العالم كله بيطلع برواز العسل فقط فقط لا غير. فهم مش محتاجين الا مؤسسه تقوم بعمليه الفرز الحديث الصحي في اماكن معدة لذلك صحيا. تاني حاجة يكون عندهم الماكينات لعملية التعبئة والفلترة وهكذا. طبعا في نهاية الجولة شكرنا أو هم شكرونا، وإحنا سعدنا بهذا اللقاء، لأن هم زي ما هم استفادوا مننا إحنا برضو استفدنا منهم، وشفنا حاجات كتير وتعلمنا حاجات كتير، وإحنا هنحاول الحاجات اللي إحنا تعلمناها في ليبيا ننقلها هنا للنحال المصري، زي ما إحنا نقلنا للنحال الليبي أفكارنا اللي إحنا قدرنا نتوصل إليها من خلال حضورنا في المؤتمرات الدولية ولقاءاتنا في كثير من دول العالم، سواء في أوروبا أو أسيا أو أفريقيا. كل ده نقلناه برضك للنحال الأفريقي. أنا بعتبر إن مصر وليبيا هي منطقة نحلية واحدة لابد إنها تنفتح على بعض. هما عندهمش اكتفاء ذاتي من العسل، لابد إن هما ياخدوا نحل يكملوا بيه، بدل ما يجي لهم اللي يستورد العسل او يدخل لهم الاعسال المغشوشه، لا، يبقى الافضل ان انت تاخد النحل وبعدين تخلي الناس وتفتح فرص عمل للشباب، والشباب يشتغل في النحل ويطلع عسل، يحصل نوع من الاكتفاء الذاتي ويصدر. الحل البديل ايه؟ قلنا لهم الحل البديل ان انت تستورد عسل، او الحل البديل ان انت هتستقبل الاعسال المزيفه من خارج ليبيا تحت اي مسمى وهتدخل، واحنا شفناها بالفعل موجوده في الفنادق معبئه جايه من بعض الدول الاوروبيه. طبعا في النهايه اشكركم واتيح الفرصه الى الاخوه الحضور ان هم يدلوا بدلوهم في الموضوعات اللي احنا اتكلمنا فيها. شكرا.